هاي، انا دكتوره مي عاصم، مديره العيادات الخارجيه بمركز اسكندريه لطب الاطفال، وعضو في لجنه تنظيم حكايه صحه. حكايه صحه مش مجرد حدث وبس، هو حكايه صحه هو حاجه تخص الاسره كلها، تخص الطفل والام، فيها كل المعلومات المهمه للام من اول لما الطفل يبقى عمره يوم واحد لغايه لما يبقى في سن المراهقه من 16 17 سنه. بيبقى فيها محاضرات وفيها انشطه تخص الطفل كلها، وهيبقى مقصود في طول اليوم. ده غير كمان المسابقات والموجودة والهدايا اللي توزعت في اليوم. حدث حكاية صحة بيتعمل مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، عشان كده اللي فاتوا المرة دي أنا بدعوه إن هو يبقى معانا المرة الجاية. شكراً.